رحلة سفر عبر الزمن لنقل جيل الأحفاد إلى ماضي الأجداد العريق، هكذا يلخص مهرجان شبوة للتراث والفنون لحظات سجلت قبل مئات السنين من تراث وطقوس الأجداد وموروث شبوة التاريخ والأصالة. في هذا اليوم بدت لنا شبوة بوجهها الذي نريد من الآخر أن يراه، بوجهها الحقيقي وإبداعها المختلف وتنافس أبناء المديريات في تقديم ما لديهم من فنون شعبية وأدب وثقافات متعددة. المهرجان الذي يقام لأول مرة في تاريخ المحافظة قدمت من خلاله مقتطفات منوعة من ألوان التراث الشعبي الذي تزخر به شبوة. لوحات الرقص الشبواني البديع هي أكثر ما يلفت الأنظار ويمنح المهرجان بعداً جمالياً من حيث الحركات التي يؤديها الراقصون مصاحبة لصوت المزمار والموسيقى، كما تشكل اللوحة واحدة من أهم الفقرات الجمالية ذات المرجعية الثقافية والفنية، إذ كان لها النصيب الأكبر في برنامج فعاليات المهرجان. في مركز إسلام بن علي الثقافي هنا في عاصمة المحافظة التحموا ليقدموا صورة أكثر من رائعة عن محافظتهم. المهرجان سيستمر 3 أيام، نفذ المهرجان هذا أكثر من 371 شاب شبواني، شمل على أكثر من 17 نشاط، شاركت فيه أكثر من 17 مديرية. مهرجان التراث والفنون حدث ثقافي، لكنه في الأساس مهرجان تراثي واسع لا يهدف فقط إلى ربط الأجيال بين الحاضر والماضي، بل يعد خطوة أولية لتوثيق التراث والموروث الشعبي بكل أشكاله، وهو ما تكشف عنه هذه الجهود الملموسة للمحافظة على التراث الشبواني من الضياع والاندثار. مهرجان التراث والفنون الأول في محافظة شبوة عرس ثقافي يجمع بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.